أنت لا تصلح أن تكون كاتبا. في اللحظة دي قررت أن نعمل كل اللي أنا عايزه. الإصراريين دلوقتي نايمين في العسل، لو تاخدوا رأيي لازم نترم طيارة. رنة الصدق اللي جوه رأفة الهجان هي اللي معيشها لغاية النهاردة. من رحلات في عرض البحار إلى أوراق الأدب والدراما التي صنعت وعي أجيال، رحلة الكاتب المصري الكبير صالح مرسي. أديب مصري حقيقي لم يأخذ أي شيء مما يستحقه. تاني مرة يطلبوا مني أن أنا أسافر. أسافر إمتى يا ريس زكريا؟ ركز على الجوانب الإنسانية لهذه الشخصيات. هو كان أول واحد يخوض في المجال ده. هو كنا محتاجين نقول الانتصار ده حصل إزاي. كان أكفأ واحد بيعمل ده. فلسفته في الحياة حب الوطن احترام الذات. ما تفاصيل الرسائل الغاضبة التي تبادلها مع الأديب يوسف إدريس؟ هذه الرسالة نشرها في كتابه هم وأنا. لا يمكن نعمل أدب عالمي أو أدب يبقى إلا إذا كان يحوي فلسفة. صالح مرسي قريبا على الوثائقية.